أصدقائي المشاهدين والمستمعين، نقطع السطر عبر صوت لبنان بحلقة جديدة عن الموازنة. الموازنة موازنة تدميرية، موازنة غير قانونية، موازنة طبعا غير دستورية. شرحتها اليوم لجنة المال والموازنة بمجلس النواب. صار في تعديلات على الضرائب، في ضرائب ألغيت، في نحكى عن ضرائب يمكن كمان بمواد معينة استحدثت وغيرها من العناوين. اليوم عن أي موازنة عم نحكي؟ رغم كل هالمواصفات اللي عم ينحكى عنها وبلسان أعضاء ورئيس مجلس اللجنة النيابية، لجنة المال النيابية، هل ستمر بمرسوم؟ هيدا كمان سؤال قانوني، هيدا اللي بدنا نفصله اليوم ونحكي عن الثغرات داخل الموازنة. شو المواد اللي انلغت وعلى أي أساس؟ ورد كمان من وزير المال اللي انتقدوا مشروع موازنة 2024 مع ضيوفنا النائب الدكتور نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان، وضيفنا كمان الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح. أهلا وسهلا فيك. اليوم الموازنة صححتها فينا نقول لجنة المال النيابية من كل الشوائب اللي اعترتها دكتورة. هيدا الشغل بعده ماشي يعني، واليوم في جلسة الساعة 10 انلغت. انلغت مزبوط. نعم. ايه بس انه من صلنا تقريبا شهرين عم نشتغل من اول ما وصلت الموازنة 2024، بلشنا الشغل فيها بلجنة المال والموازنة. شو عملتوا؟ كيف شرحتوها؟ بس بحب اقول انه نحنا كنواب تغييريين ما انتخبونا بلجنة المال والموازنة، بس لأهميتها تقريبا كلنا عم نحضر وعم نشارك. نعم. متطوعين. ايه متطوعين وعين، بس انه هيدي واجباتنا. طب في مد وجزر بمسألة استحداث ضرائب ام لا؟ يعني لهلا شو صار بهالموازنة؟ اليوم كان في جلسة قلنا وانلغت، اليوم شو صار بهالموازنة لهلا؟ وليش عم ينحكى عن موازنة تدميرية غير دستورية غير قانونية اليوم؟ وعليت الصوت بهالإطار. المشكلة الكبيرة هي أول شيء أنه ما في قطع حساب، يعني ما عم نعرف هيدي الموازنة على أي أرقام مبنية. بس كل الموازنات اللي مرقوا قبل ما كان فيهم قطع حساب. مزبوط، بس كل الموازنات اللي قبل كانوا غلط وكانوا عم ينعملوا، ومن هون صرنا بكرسي اقتصادية لأنه ما كان في استراتيجية اقتصادية لحتى مبنية على أرقام لحتى نشوف كيف هيدي الموازنة اللي عم تطلب كتير مصاري من الناس بدها تحسن الوضع. كيف نحن بنعرف إذا بتحسن الوضع أو لا إذا ما عندنا أرقام لنبلش فيهم؟ فبقى من الأول فينا نقول إنه نحن عم نبني نقاشنا على أرقام منا موجودة. هيدي مشكلة كتير كبيرة، وبنفس الوقت الموازنة عم تطلب إنه تغطي كتير ثغرات من المال اللي عايزته الدولة من الضرائب اللي بدها اياهم من العالم. وهون المشكلة الأساسية إنه نحن عنا كتير مطارح فيها الدولة تجيب مصرياتها، كتير يعني من الأملاك البحرية، من الأملاك النهرية، من المقالع والكسرات، من التهرب الضريبي، من العقارات، الدوائر العقارية النافعة بعد لا ما مشي. مزبوط، يعني كل هولي بدنا نحطهم على جنب، بدنا ننساهم، والتهريب على الحدود والرشوات على البور وكله كله كله بدنا ننساه، وبدنا نجيب المصريات لحتى ندفع للقطاع العام. من وين؟ من جيبة المواطن. يعني منجيب المصريات من جيبته ونرجع نقول له بتعرف شو، نحن عم ندفع لك أجارك بس انت بدك تدفعهم ترجع لقلنا لأنه بدنا ياهن لحتى نرجع نأمن لك معاش تاني. نعم. يعني كأنه عم ناخدهم من جيبته لنرجع نرد له ياهن لنرجع ناخدهم، لا عم نأمن له كهرباء، لا عم نأمن له ماي، لا عم نأمن له طبابة، لا عم نأمن له تربية، لا عم نأمن له شيء. عادة وقت تكون هالقد ضرائب عالية على القليل الدولة عم تأمن شيء تاني. بدي أقول شغلة بعرف إنه طولت. هيدا التقرير طلع من تحطيه على الكاميرا إذا طلع من اليو ان دي بي. نعم. وين الكاميرا هون؟ نعم. طلع من اليو ان دي بي بيقول كل هالضرايب اللي بدها اياها الدولة فيها تطلعون من المقالع والكسرات 3 مليار. نعم. هولي مفروض المقالع والكسرات يبعتون يدفعون للدولة، بدل ما نقول للمواطن هيدي حالة اقتصادية كتير صعبة عليكم،
رح نعفيكم من الضرائب، رح نحصل الضرائب من مطرح تاني لحتى ننعش الاقتصاد. قاعدين عم نقله للمواطن بدنا نحملك كل الضرائب لأنه نحن بدنا ندفع لك معاش. إيه بس اليوم الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح يعني نحن كأن عم نقول كلام شعبوي، لأنه بإيد الحكومة ما في إلا هالموجود ومن الموجود جود. يعني ما فينا هلأ نبني موازنة على أمور كانت لازم تصير قبل، مش هيك؟ يعني اليوم هالموازنة كان بيقدر وزير المال يعمل غير موازنة وما قدر عملها، وعمل هالموازنة أو أعدها وقدمها لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء حولها لمجلس النواب. يعني من الموجود جود. هلا حطيتي اصبعك على الجرح لما قلتي انه لازم كان قبل. انا بالنسبه لي اولا يعني المشكله مش بالموازنه وارقامها فقط، هلا بهذا الموضوع ممكن يكون في مشاكل تفصيليه بتعالجها لجنه التنميه والموازنه، بيعالجوها النواب اذا مرة، بس هي المشكله بالاساس هي بالمكرو اذا بدك. يعني انت اليوم ما فيك تعملي موازنه وبدك تفرضي فيها ضرائب او بدك تدبري ايرادات لهذه الدوله وانت تركي الوضع الاقتصادي من 4 سنين مثل ما هو. وبهذا المجال المجلس النيابي يعني هلا بحضور النائب عم نحكي، المجلس النيابي بيتحمل مسؤوليه كبيره بهذا الموضوع. يعني ما فيك انت من 4 سنين تكوني ما مرقتي قانون كابيتال كنترول، ما بلشتي بالمسار للي بيعمل اقتصاد طبيعي، وتجي اليوم بدك تعملي موازنه ما بتشبه هذا الوضع الطبيعي. يعني هذه موازنه اذا بدك حاعتبرها طبيعيه ولو فيها شوائب لوضع غير طبيعي ما بيمشي الحال. بدك تعملي تهتمي بهذا الوضع ليصير طبيعي، لتصير فيك اذا بدك تضغطي على هالناس. ما الضرائب شو هي؟ ما هي للعدالة الاجتماعية، تمويل الدولة للعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة. طب ما انت اليوم اذا عندك اقتصاد مضروب كله، وانا بسميه اقتصاد 20% للي هن فريش وللقطاع الخاص شوي وللي بيشكلوا هالحلقة الصغيرة اللي كانت بالاساس 80% قبل، هال 20% ما فيك تضغط عليها قد ما فيك بدك تمول 80% الباقيين، لان هيدي ال 20% بتزم بتصير 10% وبتصير اصعب عملية تمويل الباقيين. من هون المعالجة لازم تكون هي إذا بدك بالشمولية. بس نحن عم نحكي عن معالجة هني ما بدون يعالجوها، لأنه هني يعني هي هون بلش المشكلة. مشان هيك عم نقال إنه وعم تنقال إنه قصة الموازنة هي قرار سياسي، لأنه هني عندهم إيد بالكسرات، عندهم إيد بالدوائر العقارية، عندهم إيد بالنفع، عندهم اللي عم بي هل يعني الحكومة اليوم أو السلطة هي وين ما كان موجودة وهي مستفيدة من هالواقع. أكيد عن التهرب الضريبي وحدة منهم. يعني طب نحن ليش بنروح على الاقتصاد الشرعي والاقتصاد غير الشرعي في الحكومة بشكل 60%؟ بهذه الطريقة عم بتوسع ترجع الاقتصاد غير الشرعي، عم تعطيه مجال يتوسع أكثر وعم بتضيق الاقتصاد الشرعي، وهذه المشكلة. إذا هن باعترافاتهم عم بيقولوا تقريبا بين 50 و60% في تهرب ضريبي. طب بهيدا جاب بدك تبلشي من هون. بس طلع بقول لك الشوائب وكل هالأمور بتعالجيها، بس لازم يكون في عم تواكبي مع اقتصاد بده يصير طبيعي. يعني الكارثه هي بتاني ميل مش بس بالموازن، بالمطرح الثاني. قبل ما نغرق بالموازن ونفصل بالموازنه واللي بتمس الناس، والناس بهمهم هالموضوع طبعا، وانا بدي اذكر الاصدقاء المشاهدين والمستمعين بارقام تليفوني صوت لبنان 01325555 الخلاوي 76111003005 والواتساب كول 76111001. طيب بين انه نعمل موازنه بهالشكل اللي عم تنعمل وبين انه ما نعمل الموازنة، وين الأخطر اليوم حضرة النائب هون؟ في خطر أكبر بين هولي أنه تمرق الموازنة بمرسوم مثل ما هي. هلأ ممكن تمرق بمرسوم لأنه مثل ما عم نقال قرار سياسي بمجلس الوزراء، هيدا الأخطر شيء. ومنشان هيك الحلقة اللي عم تعمليها حضرتك واللي عم يعملوها كتير ناس هي مهمة لنعلي الصوت أنه الموازنة مثل ما هي محطوطة من مجلس الوزراء ومن الوزراء ما لازم تمرق بمرسوم، لأنه هي هلاك للاقتصاد وللضرائب اللي بدها تنزل على العالم من كل المطارح. بدي أرجع أقول أنه حكي اللي بلشت فيه أنا منه شعبوي. كل الضرائب لا عم بقال، لأنه كل الضرائب اللي عم بحطوها إجمالا هو 3 مليار دولار. هيدي الكسرات هن عم بيقولوا بدراستهم بتطلع 3 مليار دولار. معناتها نحنا ما ضروري هالقد نفوت بتفاصيل انه هيدا شو بيقبض، واللي بيقبض 500 دولار بدي حط له ضريبة، واللي بيقبض 700 دولار بدي حط له ضريبة، وفي ناس مدعومة
ومحافظين عليهم منهم ما عم بيقدروا ما عم بيعطوا مصرياتهم للدولة. هن عم بيقولوا 3 مليار كسر من وراء الكسارات والمرامل هن ما دفعون للدولة. هودي عجز يعني هولي مستحقات للدولة. بس إذا بدنا نفتش على الأسماء بيطلعوا يعني نفسهم. نعم نعم. مش عم يحصلوا مش الناس مش الناس هن عم بيستفيدوا والناس بدها تدفع الضرائب لترجع تاخذهم معاشات. اخطر شيء انه تمرق بمرسوم. طيب انتوا لازم انتم انتوا بتمثلوا الشعب كيف بتخلوا او بتسمحوا لمجلس الوزراء يمرقوا الموازنه بمرسوم يعني بصلاحيته القانون؟ ابدا ابدا. نحن عم نعلي صوت وين ما كان ونحن عم نساعد رئيس. بس بيكفي تعلية الصوت يعني؟ نعم. نحن كمان عم نحضر كل جلسة لجنة ومال وموازنة لنقدر نحسن قد ما فينا ولحتى نخلص هيدي الدراسة تبع الموازنة بالمهلة المحددة حتى تمرق بقانون مش بمرسوم. هيدا اللي عم نجرب نعمله وعم نساعد وعم دايما نكون حاضرين مع رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان وعم نناقش وعم نصحح قد ما فينا حتى ما نوصل للكارثة الكبيرة هي انه تمرق بمرسوم. استاذ انطوان فرح يعني كيف إلى عين الحكومة عن جد يعني عن جد كيف إلى عين تفرض ضرائب على رواتب بوقت يترتب على العامل بده يسدد الفواتير العالية بده يدفع فاتورتين كهرباء اتصالات انترنت واللي ما بده يدفع بطل ما بده يدفع. يعني احنا منروح صوب الناس اللي عم تدفع ضرائب مش هيك ومنزيد الكاهل عليها بوقت اللي مش عم يدفع التهرب الضريبة كمان راح يضل مش عم يدفع عن جد. ايه وهي هذه الجاب الكبيره هيدي القصه الكبيره بين قصه الموظف للي خصوصا القطاع العام. القطاع الخاص كمان في قسم منه مضروب يعني حتى ما نكون عم نبالغ. مؤسسات اليوم مش ماشيه من بعد حرب غزه كمان يعني بهالتوقيت كمان مضروب بس حسن وضعه ببعض القطاعات شوي بس طلعت الاقتصاديه ما عليه طلعت يعني اليوم تداعيات سلبيه على كل القطاعات. طبعا حرب غزه اكيد بس عم نحكي من عن حرب الارقام غزة. الارقام اللي حطوها بيناتنا ما بعرف قديش دقيقه لسبب بسيط انه ما بعرف على شو مستندي يعني ما عملت المقارنه ما بتقول 30% ما قلت 30% من اي شهر يمكن من شهر قبل اللي كان مولع بالسياحة في فرق بهذا الموضوع. نعم. بس بكل الحالات بالعوده للموضوع هي القطاع العام هو الاساس اذا بدك بهذه المشكله القائمه اليوم. وحضرتك عم تحكي عن النافع عن الدوائر العقاريه كل الدوائر الدوليه ما حتمشي بالهين اذا ما عملتي اذا بدك شويه يعني تعديل لوضع هالموظف. وتعديل لوضع الموظف معناتها بدك ايرادات للدوله وايرادات للدوله معناتها بدك اقتصاد جيد تقدر تاخذ منه هالدوله ايرادات. بالمناسبه انا بدي اسالك السؤال ما بعرف حضرتك ما صوتوا بلجنه المال يعني عم بتشاركي بس في موضوع انا هذا اللي بسموه فاست تراك. نعم. انا برايي ما بعرف صار في انتقادات عليه وقال هذه رشوه يمنع انا شايفه مش عاطي يعني اذا بنحط فتره للمعامله العاديه وفترات تانية للناس تخلص معاملتها بسرعه لان هلك لا نحن عندنا تجارب يعني هي مش يعني بس على المواطن وعلى كاهل المواطن. خليني لك يعني انت عندك تجربه الامن العام والباسبور طب مشيت مبين انه للي بعده المواطن عم بيروح بياخذ باسبور عادي واذا بده ياخذ السريع بس لفئه من الناس بدك تطال كل شرائح الناس ليك وين ما كان. واذا رحتي على طيران على الطيران بتلاقي انه في عندك مطرح فاست تراك بده يسافر بيكون على الاقل وضعه شوي عام. ميسر بس نحن عم نتوقع خلي تكون معاملات بتطال كل شرائح الناس خليها تكون موجوده. ليش عم نكذب على بعضنا؟ انت بتروحي بتعملي شي معامله وبتدفع رشوه ليش يعني نتخبى ورا اصبعنا نصرخ كل النهار حتى ما ندفع رشوه بنضلنا نصرخ 100 سنه لقدام خلينا نعمل الواقع يعني هذه وقت من اوننا بتبطل رشوه مثل ما قال لا اذا انت بعدين ليه قالوا لهيئات الرقابه بنعطيها شوي ليه قالوا لهيئات الرقابه لانه حتى هي اللي كمان اللي بتراقب بتعتبر حالها انه هي كمان مشاركه بالعمليه وبذات الوقت انه انت المواطن اذا بتحطي له فتره زمنيه للمعامله المعامله العاديه فطر عنده مشكله يعني انا اذا رايح ما بدي ادفع رشوه انا بالعكس انا اليوم عم بضطر ادفع رشوه ولا مره بفوت على دايره وما بدفع رشوه ليه عم تكذب على حالي صار لي 40 سنه بعمل هذه العمليه خليني اجرب هذيك الثانيه كمان يمكن تعطي نتيجه. نقطة على السطر مع ضيوفنا النائب الدكتور نجاة عون صليبة الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح. يعني بدنا ندفع لحتى تمر مقابلاتنا أو معاملاتنا بسرعة في الدوائر. حضرتك ضد هالطرح اللي مأيده ضيفي استاذ أنطوان فرح ليش؟ استاذ أنطوان نحن عم نحكي عن فاست تراك وقت يكون المؤسسة مكننة وقت تكون الرشوة منا موجودة وقت تكون معاملات المواطن عم بتصير بس إذا بدك تستعجلها فيك تدفع أكتر بكل بلدين العالم بتصير بس وقتها تكون المعاملات عنا ما عم بتصير أبدا
وقت يكون موظفين الوزارة وزارة المالية بالتحديد، لأنه الوزير قال بلجنة المال والموازنة والمعاونين تبعه قالوا أنه بيجوا مرة أو مرتين بالجمعة، أي فاسترك أي مواطن عادي رح يقدر يمرق معاملة إذا عنده أنه عنده شانس أنه ياخد مصاري على الفاسترك؟ وقفنا كل شيء للناس وصرنا بس عم نخدم الفاستراك وشرعنا الرشوة. من هون نحن كنا عم نحكي ضدها. نحن منا بعاد عن انه شو بيصير بالعالم، ايه بالامن العام زبطت، لانه بالامن العام منتظمين في مؤسسة عم تشتغل على الباسبورات، وبرضو لازم يكون المعاملة للمواطن مثل الفاستراك بس اطول وقت شوي. نحن بوزارة المال او بعدد من الوزارات غيرها ما في حدا، ما عم بيجوا الموظفين، بيجوا مرة بالجمعة. شو بدهم يشتغلوا؟ بصيروا يشتغلوا للفاسترا. ما بيجوا لانه ما عم بكفيهم. يعني هذه هي مشكله اخرى، ما هي بتعالج المشكله الاساسيه لوحدها. يعني هو لو هي كل هالمشاكل الاساسيه معالجه ما كنا وصلنا لهون. انا عم بحكي عن المبدا انا برايي، يعني انا غلطان كده، انه ما انه غلط هذا المبدا انك تعمليه، ما انه غلط، وخصوصا إذا حطيتي فترة زمنية لإنجاز المعاملات. إيه بدولة فيها شفافية، يعني بدولة مكنكة فيها. نعم. ما بيصير يعني بهاي الطريقة، منصير عم نقول للمواطن ما فيك تعمل معاملتك إلا ما تدفع. بس كمان عم يدفع المواطن بيناتنا، بس هلا ماشي الحال، ما فينا عم يدفع تحت الطاولة، عم نشرع منصير. عم تصير في فوضى بالرشوة، هون بنكون نظمناها إذا بدك، صحيح؟ يعني هذه الحقيقة. وما في انت اي معامله صغيره نظمنا الرشوه مسيو فرح، بتروحي لتعمليها دغري. انت كمواطن، انا عم بحكي، ما هو المواطن اللي بيدفع بيعتبروه فاسد، بس انت تعودتي، انت كمواطن بياخذ، انا ما عملتي بياخذ معي المصريات اللي مطلوبين للرشوه وبدهم بدفعهم فوق. بس هيدا مش اصلاح. لا أبداً. لا مش ابدا، بالعكس، بس انه عم اقول هذا الوضع هيك يعني. نعم. طب بس وزير المال عنده رأي تاني. ايه ما سمعني احنا يعني وزير المال بيقول انه هالمشروع موازنة 2042 هو يصب بخطة التعافي الموضوعي من قبل الحكومة، استكمال لمسار 2024، استكمال لمسار التصحيح اللي ابتدى مع اقرار موازنة 2022، والاجراءات المؤاتية اللي اقرتها المالية العامة انتجت استقرار مالي ونقدي وثبات بسعر الصرف والتقلبات الحادة بوتيرة تضخم المالي. يعني مش من عدم جاي هيك الموازنة. هلأ زوم اعتبر مسار تصحيحي ب 22 في مشكلة، لأنه ما بلش مسار تصحيحي بالحقيقة. يعني أنا برأيي، أنا عم كمراقب اقتصادي ما شفت في مسار تصحيحي ولا مسار إصلاحي ولا الشيء اللي عم يطالبوا فيه الكل، إنه خي شو الرؤية، وتقولوا شو الرؤية، شو معنى الرؤية، إنه خي شو خطتك أنت بدك تاخذ هالمصريات وبدك تعمل، بس عندك تارجت بدك توصله بعد فترة، عندك شيء بهذا الموضوع، هذه المشكلة. شو اللي ايه بس هو كمان مول يعني القطاع العام عملية حسابية عم نعملها، وخصوصا إنه هن أنفقوا الأموال تبع السي دي ار اذا بدك اس دي ار، وبطل عندهم مورد تاني. يعني هلا عم بيحاولوا يعوضوا بال24 المصريات للي كانوا عم يدفعون من هودي المليار و150 للي انفقون، للي في علامات استفهام عند البعض انه كيف انفقوا. وانا كنت مع فكره، ولو القانون ما بيجبرون انه يحطوا تفصيليا وبالوقت مش بعد ما يكونوا انفقون، انه كيف بدهم ينفقون هودي الاموال، لان احنا كنا بوقت حساس والناس كلها عيون عليهم، كان لازم يعملوا هذه المبادره مثل عم مجلس الوزراء عم بيقرروا يفرجوا الناس كيف عم يصرفوا المصاريف. احنا بعتنا سؤال المفروض يعني المفروض عم يردوا عليكم ورا هالاسئله، مش يعني بدها شويه الحيح لحتى يردوا، بس مجبورين يردوا، مجبورين. مستقبل اتصال، مين معي؟ صباح الخير ست نوال. يا هلا. الو. ايه تفضل، عم نسمعك. الكرام، انا بس بدي الا للست نجاة كونها نائبه وبتمثلنا، انه يعملوا مشروع عدم المس بودايع الناس، لانه الهيئه الحكومه شاطره ريلتها عليهم، بكفي ظلم وذل لهالناس، وما دام بده يعملوا الضرائب بيحطوا على ثرواتهم، وهني الماده تبع ثرواتهم اللي هي عندهم ثروات من الحكومات اللي تعاقبت ومن المسؤولين، ليش عم تجوا على حساب المواطن؟ لا، ولا استاذ انطوان طمنا، هالودايع رح يرجعوا للناس اللي تعبت 40 50 سنه لتعتش منهم، وهالوزراء اللي حواليه لدولة الرئيس، هل هن المستشارين دارسين اقتصاد؟ سؤال لهم ويسعد صباحهم. تفضلي دكتوره. انا من الناس اللي ضروري يعني بحارب مع المودعين لحتى استرجاع اموال المودعين. برجع بقول انا ماني ساذجي لحتى اعمل العمليه الحسابيه ويبين انه لازم نشطب اموال المودعين. انا مع محاسبه
كل الناس اللي هربت أموالها لبرا وأخذت أموال المودعين لازم يردون. أنا مش يعني عارفة إنه العملية الحسابية بتبين إنه أموال المودعين ما فيهم يردولون إياها، بس مش هون الموضوع. نحن الموضوع لازم دايما نشدد عليه مع محاسبة كل من ساهم وعمل هيدي الجريمة اللي أخذ أموال الناس وسرقها وهربها لبرا باسمه. طيب الحكومة لا راحت على الكسترات ولا راحت على الاقتصاد غير الشرعي ولا على هالتهرب الضريبي ولا على دوائر العقارية ولا على النفعة ولا على جبيت الأموال، ولك حتى بالكهرباء، بالكهرباء بعد مؤسسات الدولة مش عم تدفع ولن مخيمات الفلسطيني ونس... يعني دولة مش عم تجبي. بالآخر إذا أقرت هالموازنة، موازنة 2024 أو مشروع الموازنة اليوم بمرسوم، لوين بدها تروح يا حكومة؟ مش على أموال المودعين بمصرف لبنان؟ وحذر حذر مصرف لبنان النواب وحدكم تتحملون مسؤولية عجز موازنة 2024، وكان قايل سابقا سؤال طويل إنه ما رح يمول الدولة إلا بقانون. شو كيف رح تتصرفوا بهالإطار؟ نحن عم نعمل الإصلاحات اللي لازمة ضمن الإطار اللي فينا نشتغل فيه، يعني عم نطلب حتى من وزير المال ومن المعاونين إنه يمدونا بالأرقام لنقدر نعمل الـ يعني الـ القرار المناسب للمواد اللي عم ندرسها بالموازنة. ما لازم تمرق بمرسوم، وإذا مرقت بمرسوم رئيس الحكومة وحكومته هن اللي بيتحملوا كل ليش عم بيحذر النواب مصرف لبنان؟ ليش عم بيحذر النواب؟ النواب عم بيعملوا شغلهم وعم بيقولوا ما فينا نحمل العالم الضرائب اللي انتو بدكن اياها لحتى تعملوا يعني توازن بين النفقات وبين الايرادات. مش هيك بتنعمل، في تهريب، في ناس عم تتخلق ما عم تدفع الضرائب والرسومات والغرامات لها، وفي املاك مستباحة تبع الدولة ناس عم تستفيد منها وعم تعمل اشغالها وما عم تدفع للدولة. هولي اللي لازم نحن نطالب فيهم، وهولي اكتر من الضرائب اللي هن طالبين. كمان لازم طالبوا بضرائب، فرض ضرائب تصاعدية تصيب الاثرياء. نحن يعني الضرائب بتروح عند كل الناس سواسية، مع انه في أثرياء لازم يكون ضرائب عليهم أكثر. تؤيدي هالنظرية؟ أكيد هيدي النظرية موجودة بكل العالم. نعم. بكل العالم في ضريبة تصاعدية، مش اللي بيقبض 500 دولار مثل اللي بيقبض 500,000 دولار. كيف يعني هيدي؟ ما إنه ما حدا، ما في اقتصاد بالعالم بيمشي عليها. هيدي أول شيء. وتاني شيء بدي أرجع أكد إنه بكل العالم وقت يكون في حالة اقتصادية أو انهيار اقتصادي، الدولة بتجي لتشجع المواطن على الاستثمار، بيقولولهم stimulus packages. هون شو عم نعمل؟ هون عم نجي نقول بدنا مصاري، تعا يا مواطن انت قبل ما تاخد مصرياتك بدي اخد منهم شطور، وبدي اخد منهم مدري شو، بدو ياخدوا اياهم قبل ما يعطيهم. وبيرجع بيقوله ادفع الكهرباء على العالي على الدولار، وادفع المي على العالي. ايه بس هو عم بيقوله وزير المال يعني الرسوم والضرائب هي عم تتكيف مع نسب التضخم وتصحيح الخلل الناتج عن فروقات سعر الصرف، يعني وهيدا بيخدم المصلحة العامة. مزبوط، هيك لازم يصير. من بعد ما نكون حفزنا المواطن وعطيناه، هني عن رح يدفعوا له على سعر الصرف؟ هلأ في عم ينحكى بالموضوع بس بعد ما صار واقع ما فينا نحكي على أوهام. هلأ عم يدفعوا له على قد ايه؟ على 15,000. نعم، إذا هني عم يدفعوا له على 15,000 بده يحملوه ضرائب على سعر الصرف، أي منطق هيدا بيقبله؟ نعم، يعني اليوم عدم التصحيح بالموازنة وعدم تمويل الموازنة، يعني نحن شو منكون عم نقول للحكومة وللمواطن بنفس الوقت؟ مصيبة إذا اعتمدنا هيك موازنة وفي دفاع عنها مستشرس وعم ينقال إنه قرار سياسي، ومصيبة إذا مرقت. بين هالمصيبتين وين أحسن أستاذ أنطوان فرح؟ اسمحي لي أخذ دقيقة بس للودية، يعني نحكي فيهم بس لأن تسألوا عن الودية. ليه يعني بس اليوم مش قبلين؟ لا لا بهالكلام بس بعد يعني بعد 4 سنين من الأزمة بطل حدا له حق منا يسأل وين الأموال وكيف راحت وغيره. أكيد صار في هدر، أكيد صار في سرقة، أكيد صار في تهريب. نعم. بس هيدي كلها مش مشكلة، مش الأساس. الأزمة صارت واضحة بعد ما طلع تقرير صندوق النقد والفاريز أند مارسال، والمناسبة ما حدا عم يسأل عنهم، يعني نتائج التقارير وخصوصا التدقيق الجنائي للي عملنا عليه حملة سياسية مرعبة، طلع وقال أوكي مش الحال وانتهت القصة. ما كان تم هذا، طلع شوفوا شو فيه لحتى تعرفوا تعالجوا تعملوا. المهم بعد 4 سنين بهذا الموضوع صار واضح وين المشكلة.
وصار واضح انه الدوله اللبنانيه اليوم، الدوله اللبنانيه يعني حتى بما فيهم السلطه التشريعيه هي مسؤوله والسلطه التنفيذيه، الدوله اللبنانيه اذا ما قررت هي تاخذ مبادره لاسترداد على الاقل جزء من هذه الودائع وتنشئ هذا الصندوق للي بيسموه مؤسسه لوحده، معناتها ما في امل. يعني انا بس بدي اوضح شغله، انه قصه نحاسب للي هرب امواله ما بتفيدنا بشيء، وللي هرب امواله بتعرفي ارقام الميزانيات ببين قد ايه ظهر يعني اموال بهذه الفتره، كله بيقول بيعترض بيقول مش صحيحه، ما بيأثر هو مصرف لبنان عم بيطلع الارقام. هلا مش زي طلعت تقارير وصرنا بنعرف انه في جاب قيمتها بين 70 و73 مليار دولار بمصرف لبنان، ما لنا حق ننبش بقى مطرح ما صار، من بين ونيه ومبين شو الميزانيه وبيطلعوا وبيعترضوا. صارت الدوله مسؤوله، وانا بدي احمل شوي المجلس النيابي واقول لهم انه لازم يشتغلوا على موضوع صندوق استرداد الودائع بأسرع وقت ممكن. يعني هذا القانون اللي مقترحينه ضرائب على المقترضين يمشوا فيه، لأنه أولا في عدالة، واثنين بيكونوا أسسوا صندوق الودائع بيزعلوا الهيئات الاقتصادية والتجار، ما كل واحد حسب مصلحته بيعترض. يعني أنت بتعرف والمقاولين المستشرسين اللي مش مع أنه ما بتحرز القصة هالقد، يعني خلينا نستقبل اتصال فيهم يرتفعوا شوي. نستقبل اتصال ونرجع لك حضرة النائب عون. مين معي؟ ألو. ألو تفضل. صباح الخير مدام نوار. يا هلا. صباح الخير إليك ولضيوفك. مدام نوار أنا بعد أمريك، بس بدي أسأل ضيوفك بس سؤال، طب لأمتى نحن كشعب لبناني بدنا نضلنا ندفع الفاتورة عنا وعن غيرنا؟ وليش ما بيروحوا بيصححوا هالمشاعات اللي كلها سرقة وكلها على عينك يا تاجر، والدولة كلها معها خبر والقوة الأمنية؟ يعني معلش حتى ما يفكرونا عنصريين أو حتى ما يفكرونا طائفيين، 90% من مناطق الضاحية الجنوبية وخلدة والوزاع كلهم معلق كهرباء وسارق كهرباء وسارق ماي، وحتى في بعض المناطق ببرج حمود وبجديدة. طب هيدي تلاقيتنا عمالة تنسرق ونحن عمال ندفع الفواتير عنا وعن غيرنا، وقت المواطن العادي بيجي بيقوله لجاب الكهرباء يا خي أنا طول بالك علي شوي، بيقول له ما توخزني، بيفوت بيقطعله الكهرباء عن الساعة وبيجي بيقطعله الوقت. يعني الجهة ما في إلا أخالته. ليش دايما ادفع الفاتورة عنا وعن غيري؟ نعم. نتابع نقطة على السطر مع ضيوفنا اليوم النائب الدكتور نجاة عون صليبة، الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، واتصال. مين معي؟ مجورين. مواطن معذب ومواطن لبناني آمن بالتغييريين. سعادة النايب، نحن قلنا بدكم تعملوا شيء جديد. ما بدي أحكي كده، بدي أحكي غير موضوع، بس بدي أنطلق بالكهرباء. عنا طاقة شمسية وبيشو بيعطلوا لنا الساعة ونحن عم نعطي الدولة كهرباء فايض. يا أخي يا سعادة النايب، مشكلة مثل الكهرباء مثل كلهم بيعرفوا الحلول، يعني ما يستخفوا عقل الناس. سعادة النايب نزلوا على الأرض عصيان مدني حتى نوقف حد. منزلوا انتوا لنوقف حدكم. بدنا ليدر، بدنا ليدر. نحن مسؤول، بنسأل أنا وجيراني وأهل الضيعة والكسارات ومية مشكل والبيئة. ما خلوا شجرة يا سعادة النايب، ما خلوا ماء، ولك البحر لوسوه من امبارح قبل اليوم. يا سعادة النايب عملوا، قعدتوا بالبرلمان احنا معكم، اطلعوا من البرلمان 4-5 ونحن وراكم 4-5، حطوا خيال مطرح ونحن معكم بأول الشتل تحت الشتل. يا عمي كفرنا، دواء ما عنا، مصاري ما معنا، ما بيصير حكي ونظريات وحكي. يا عمي فعلوا شيء، هلأ الحرب بجنوب، يا عمي شو بدنا نعمل نحن إذا فوتونا بحرب؟ يا عمي خلص وقفوا وقفة جامدة، لا رئيس جمهورية يقدر نعملنا وما فيكن تعملوا، وما فينا على منطقتنا. يا أختي ما نفوت بيش دايدي جلدي باللي بده يجي معنا، يجي منيجي نحن على الكف. يعني الزبالة غمرتنا، الوسخ غمرنا، الدواء ما فيه، مستشفيات ما فيه، خلص نظريات. يا سعادة النايب انت ادمية، بعرف من كل قلبك عم تشتغلي وفي مثلك كتير، بس هالأوادي محطوا ايديكم بايدين بعضكم، حاجة مصالح شخصية بهالسياسيين. نعم. كل واحد بده كرسته. الله يخليكم، الله يخليكم، كفرنا، صرنا بنتمنى نكون نحن من الغربة يطلع لنا إعانة ونشحد من العالم. نهاركم نبقى. شكرا. الناس موجوعة والسلطة بمطرح تاني، يعني عم تفرض ضرائب على الناس بوقت الناس موجوعة وما بتقدم لها شيء. مرضى الكانسر سرطان عم بيموتوا، ادوية ما في، مستشفيات مش عم بيقدروا يتحكموا، جهات ضامنة عاطلة عن العمل، ما بتقدم شيء، يعني الا القليل القليل. يعني صرخت الناس بس انتوا اللي بدكم تتفاعلوا معه. بدي احكي عن قصة الكهرباء، بدي اقول انه بلجنة الاشغال نحن صرنا موضوع
انه ليه الناس اللي ما بتدفع ما لازم تاخذ كهرباء. صار له زمان عم بيصرخ وزير لا 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 بس انه بلشت عم بيقولوا في مناطق هلا خصوصا بالجنوب مجبورين انه يمدوها بالكهرباء، بس هلا عم بيعملوا شركة الكهرباء عم تشتغل مزبوط، عم بيقولوا انه في مينيموم مثلا ساعتين او ثلاث ساعات بالنهار، وبعدين اللي ما عم يدفع ما عم بياخد اكتر. بس مؤسسات الدولة مش عم تدفع، مؤسسات الدولة مش عم تدفع. هيدي ما هي الدولة مش عم تدفع، الدولة عم بتطالب الناس وهي مش عم تدفع. نعم. وللمدام بدي احكي المدام لانه مش معقول هالقد صرخة وجع ما رد عليها. بعرف انه الموازنة مهمة بس هي معها حق، يعني اللي هي السلطة مشبكة يعني كتير صعب تفكيكها. جربنا بالبرلمان، قعدت 8 اشهر بالبرلمان انه يا جماعه بدنا رئيس لحتى تنتظم العمل المؤسساتي، تعالوا انتخبوا رئيس ليصير عندنا حكومه لنقدر نحسبها. هلا عم بيعملوا ضرائب ما فينا نحسبهم، بيقولوا لك نحن مستقلين، بيعملوا قرار سياسي بمرقوه بمرسوم، وهيدا الشيء اللي ما لازم نعمله. اذا مرقوه بمرسوم ايه معها حق، لازم كلنا نعمل عصيان مدني، ما لازم ننزل، ما لازم ابدا حدا يدفع شيء، ما بيصير تتمرق بمرسوم. في مواد لازم تلتغى كليا، في مواد مثل المادة 5 بدنا نحكي عن المواد اساسا. لازم نحن هلا يعني يصير عندنا مجلس نواب تشريعي، مع مجلس النواب لازم ينتخب رئيس جمهورية كمان، اذا مش مخالف للدستور وللقانون. اكيد اكيد، ما قاعدين بدوامة لا قادرين نشرع ولا قادرين نعمل شيء لأنه ما في رئيس جمهورية، ما بيصير يعني. طيب في مواد ملغات، أنتو بلجنة المال والموازنة يعني أعضاء اللجنة واللي دخلوا على لجنة واللي عم بيشاركوا باللجنة، مواد ملغات، ليش عم تعذبوا حالكم يعني وتلغوا مواد بوقت لما رح تنقر بمرسوم بمجلس الوزراء؟ إطاحة، بيرجعوا بيخدوها مثل ما هي وبيقروها 100%. ليه عم تعذبوا حالكم؟ كيف ما هلا عم بحملنا مسؤولية، مزبوط عم بحملنا مسؤولية الإصلاح. ايه عم نعمل شغلنا وعم نضغط قد ما فينا، عم نجتمع مرتين بالجمعة عم نضغط قد ما فينا لنعمل كل المراجعات اللي لازمة للجنة المال والموازنة. وبرجع بأكد انه نحن التغييريين ولا واحد منا انتخبونا باللجنة، بس تقريبا كلنا عم نحضر، تقريبا 90% منا عم يحضر، لحتى نأكد انه نحن اذا هيدي نحن عملنا واجباتنا، وإذا بدها تطلع بمرسوم بتكون الحكومة محملة كل المسؤولية لكل الضرائب اللي بدو يسدوها على أي سعر صرف. وهيدا بيت القصيد اليوم مشغول الموازنة، على أي سعر صرف؟ يعني 15,000 ولا شو 90,000؟ لا عم بيحكوا بال 90,000، ما عم بيحكوا بال 15,000. يعني بيعطوا أموال الناس على 15 وبيقبضوا الضرائب على 90، وهيدي فضيحة كبيرة. مش هيك أستاذ أنطوان؟ يعني كيف عم جد؟ ليش قلنا كيف إلون عين؟ يعني عم بجد يعني عم بيسرقوا الناس، عينك بعينك مش هيك؟ صحيح، مشان هيك قلنا بالأول إنه المشكلة بالاقتصاد، لأن بالحقيقة أنت لما بتحمليه على 90,000 هذا حقك، بس انه حق الموظف يكون صار معاشه او مدخوله هالقد، وحق اللي مسؤوليته بالبنك عم يعطيه على 15. بدك ضبط الاقتصاد ليعطيه هذا. طيب شو ابرز بنود الموازنه الملغات؟ يعني اليوم عم نحكي 17 و20 و21 شيء، لانه بتعطي اجازه اقتراض مفتوحه للحكومه. حلو كتير. أي. انا ما حكيتهم بعطيها اجازه لما حتقترض من حدا وما حدا رح يقرض. بس لو مصرف لبنان ما يعني ما وافق، يعني كيف هيدي لغيتوها؟ ما هي ايه هيدي ملغات من الـ من الـ من المجلس. أي. بس انه اذا راحت بمرسوم بترجع بصير وزير المال والرئيس الحكومي يقرروا ياخذوا مصاري مثل ما بدهم ساعه اللي بدهم. اجازه مفتوحه لكل شيء بدهم مصاري بدون ما نعرف لوين بعدين بيبلغونا قد صار حجم الدين العام. أي. بعد ما يكونوا اخذوا ايه من بعدين 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 في وحده كتير مهمه عن قصه القروض، مش القروض، الهبات. ايه بقبول ماده 7 المتعلقه بقبول الهبات. أي. والقروض. أي. كلي لا أسوأ هيدا إلا عم بيقولوا أسوأ أثر على المالية العامة قبل تعديلها بالسنوات الماضية. لا والإيه هي والمادة 7 قال شو بيعملوا؟ ما بخبروها للمالية شو هن الهبات اللي عم بيجوا. ليه ما بدهم يخبروها؟ إنه بيجوا الهبات 92% من الهبات اللي بتجي على لبنان بحطوها هيك بحسابات خاصة ما بتعرف فيها المالية. طب مين حسابات مين؟ رئيس حكومة؟ الوزراء المعنيين؟ مين؟ ما هيدا بده لغيتوها؟ هيدي كمان مش ملغيت هيدي بدها تحقيق كامل لحتى نعرف شو عم بيصير بهالهبات. هو على كل حال لازم نعرف مش بهود اللي بدهم يجوا، اللي اجوا قبل وين هني. اعفاء ضريبي سياسي على اصحاب الملايين بالخارج. هيدي يعرفوا حالهم. لا
عم يعرفوا حالهم. لا ما نعم نقولوا له، واللي عنده طبعا رد على هالكلام يتفضل يتصل فينا. وبيرجعوا بحطوا ضريبة على الناس اللي عم تشتغل بالخارج، عرفتي كيف؟ انه الواحد حول في انه حول مصرياته للخارج منشلوا الضرائب، وهيدا اللي عم يشتغل اللي هاجر من لبنان اللي راح ليشتغل ليرجع يجي على لبنان يصرفون بدهم يلحقوا ياخدوا منه. طب كيف بدنا نوقف موازنة يعني فيها عن جد اول شيء ارقام وهمية مثل ما قلتي بالاول، فيها عدم عدالة ضريبية، فيها انفصام بالمواد اللي بسعر الصرف كمان، وبسعر الصرف يعني مش مقبول اليوم. وين لازم يكون الضغط استاذ انطوان؟ هل بيكفي النواب يضغطوا ام الشعب؟ لانه هيدي رح تزيد المواطن اللبناني فقرا. لكن مسؤوليه النواب، وقلت لها اياها بالاول الحديث، مسؤوليه النواب يضغطوا ليزبطوا الوضع الاقتصادي، لانه اذا ضغطوا بس بقصه الموازنه ما عملنا شيء. يعني إذا نحن بس شلنا الإيرادات وخففناهم، لأن بالحقيقة في سؤال كتير مهم وبعتقد هني طرحوه بعد ما أخذوا جواب، إنه حتى العجز للي هو مبدئيا بسيط بحدود 200 مليون دولار، والرقم بطل بسيط لأن صار اقتصادنا كتير صغير، بعد بعتقد الحكومة ما جاوبت مين بتجيبه. يعني وقت بتسألي إنه طيب نحن كنا نقترض لما اليوم مين بكون جيبوا هال 200 مليون؟ ما بيجيبوا. وهود 200 مليون هلأ مع التشحيل بالإيرادات، ومع لانه هن شوي في اوهام كمان بالايرادات، معناتها هذا العجز بده يكون اكثر، بده يوصل يمكن 400 500 مليون. بعد ما في جواب انه طيب هول بلا عالم وزير المال يستدعي العجز، يستدعي تدخل المصرف المركزي استنزاف الاحتياطي، وهيدا بيهدد الاستقرار المالي. لا مش هو عم يطالب هيك، يستدعي انه معناتها ممكن يصير هيك. بعتقد اي هاي ممكن يصير هيك، انه لما بتوقع الحكومه بعجز شو بده يصير؟ ما في مشكله اذا ما فيها تقترض. هي بالاول لما كانت توقع بعجز هيك، عم بقول الاموال معروفه وين راحت. لما كانت توقع بعجز تاخذ اموال المودعين، هلا الناس ما كانوا عارفين انه هاي اموالهم عم تاخذها، بقيت تاخذها 10 سنين وصلنا لهذا المشكل. هو عم بيقول اذا ما في تمويل ذاتي لهالموازنه، نعم، الحكومه تقدر تمول، بده يروح على مصرف لبنان. ونحن عم نقول ما في تمويل ذاتي لانه ما عملوا شيء بكل ال في تمويل ذاتي بس مش عم يعتمد. يعني لازم يتقدم اقتراحات عمليه على الاقل، لان كمان لازم يكون في بدائل. يعني هذه الحكومه اللي اذا كمان بدك تشحلي لها ايراداتها بدك تعطيها بدائل كمان. في حل، في حل يروح يجيبوا المصاري من هو، من الاملاك البحريه، من الاملاك النهريه، من الكسارات، ومن كل الناس اللي ما عم تدفع ضريبه اللي هن اغتنوا بهيدي الأزمة. مش إنه عفوا حضرتك مع فرض ضريبة على القروض المسددة على السعر 1005 بالمصارف على الشركات، بس مش 100,000 وطلوع، مش الأفراد يعني. نعم الأفراد مش لا مش لا نعم. مش هيجوا صوت مع تعلية الصوت على الهيئات الاقتصادية للمقاولين للتجار، عم يرفضوا كلهم. إيه كان عنا حلقة ببرنامج نقطع صوت. لا إلك شو هي إذا مش عارف إيه هلا في اقتراح مرق بالحكومة عرض صار وصل اللي عندكم 500 بأنه للي سدد القرض أخذ أنا مليون دولار ورحت سددته بشريت تشيك من السوق بمئة ألف وسددت هالمليون دولار، معناته أنا ربحت 900,000، أخذت المليون ربحت اشتريت بيت وأخذت 900,000 أو سددته للمصرف على 1005 للي هو أخذت أنا ربحت 900,000. هلأ هني عم يجوا يقولوا أنه في قانون أصلا على ضريبة الأرباح الاستثنائية، هو قانون موجود عليه موجود بيندفع عليه ضريبة، أنه خلينا نعمل له هذا، نعمل له إحياء نعفيهم من الغرامات اللي كان لازم يصرحوا عن هالأرباح وناخذ منهم ضريبة نغذي فيها صندوق استرداد الوديع، للي هي ممكن تكون ضريبة من 4% ل 25% لأن هي موجودة هيك على ضريبة الدخل. بقى أنا شفته قلت له أنه هيدا في عدل، لأنه هيدا اللي حقق أرباح الآن، ومش عم نحكي عن الفرد اشترى سيارة أو لا، عم نحكي عن الشركات الكبيرة ونعرف كتير ناس نحن أكيد، ومن الطبقة السياسية المتمولين الكبار للي كمان استفادوا من هذا الوضع، أنه ما عم نشلحك مصريات اللي حتى ربحتهم أنت حلال ماشي الحال، فعلينا ضريبة الربح بس. وهيك بنكون عملنا صندوق استرداد البديع لبني الأولى مثل بيقولوا، لنبلش فيه بهذا الموضوع. ناخد اتصال من معي. ألو خير تفضل، عم نسمعك. ايه عم يبحثوا على المصادر، شو بيمنع انه شركة الكهرباء تفعل الجباية والسلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية يراقبوا الكهرباء؟ أنا ما بعرف ليش شركة الكهرباء بتخسر وصاحب موتور ما بيعرف يفك الحرف بيعمل مليونير من موتور الكهرباء. هيدي مادة واحدة من مادات من المواد فيها الأخرى الكتير اللي حكينا عنهم بسياق الحلقة. شي ما معقول. نعم الحق بتقولي لي الحق عمين، عم نضوي الحق عمين على السلطة التنفيذية اللي تفعل الأجهزة الرقابية. جيب الكهرباء ما في يوقف بوج الحي لما الحي بيتجمع حوله وبده يتعرض له. نعم بس في قوائم بدهم يقوموا بالواجب.
في قرار، في قرار سياسي هيدا اللي عم نحكي عنه، بدهم ولا ما بدهم؟ هيدا هيدي المرض الاصيل. الظاهر في اهداف تانية لحتى ندمر المؤسسات لنشتريها رخيص. انا ما بعرف النافع صار لها 100 سنه بيقولوا فيها رشوه، ليش تحرك الحماس الوطني هلا والرقابه لتسكيرها بوقت هلا الناس بدها تسدد رسومها وتدفع مصاري والدوله عم تطبع؟ افتح الدوائر الرسميه والدوائر العاريه والنافع وبلا ما تطبع مصاري. شكرا لك. بس انا بدنا سؤالي اليوم عم بيطلب منكم وزير المال، لانه رح تغادرنا النائب الدكتور للاسف، يعني دكتوره اليوم يعني عم بتاكد وزاره الماليه استعدادها التام لتقبل، عم بتطلب منكم تقبل اقتراحات والمناقشات البناءه اللي بتخدم المصلحه العامه بهالموازنه، مشروع الموازنه المقدم بعيدا عن الشعبويه والتهويل، لانه ما بدنا نخلي البلاد تنزلق اكثر نحو الهوية. عم يطلبوا منكم، عم يطلب منكم وزير لا عم بيكون حاضر وعم بيقولوا تبني، عم يطلب منكم تتبنوا الاجراءات المقترحه اللي بتصب بمسار التعافي المالي. اخر كلمه لإليك قبل ما تغادرينا، شو بدك تقولي له؟ لا وزير المال عم بيحضر كل المناقشات. ايه بس شو عم تقولوا له؟ عم بيطلب منكم؟ لا ونحن عم نطلب منه ارقام وعم بيفيدنا، عم بيجيبنا، عم بيعطينا الارقام بس. وعم بيكون في مناقشات بناءه بمطارح، بس في مواد مش ممكن تنقبل، وهيدا اللي عم بيصير. يعني النقاش موجود والنقاش عم بيصير على كل ماده مادتها، لحتى ما بعرف اذا ما نوصل لشي بالاخر ما تكون كلها سوا التغت الا بعد المواد القليله. بس انه النقاش بدنا، انا يعني مع الوزير بهيدي الطريقه اللي عم بيحكي فيها، انه خلي النقاش يكون بناء، بس اعطونا الارقام واعطونا الجهه الرؤيه الاقتصاديه اللي انتم عم تبنوا عليها هيدي الاستراتيجيه للماليه. نعم أصدقائي المشاهدين والمستمعين، فاصل ونتابع عن الموازنة مع كمان ضيوف آخرين رح ينضموا لنا ويقولوا رأيهم. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم نقطع السطر عبر صوت لبنان لنكمل النقاش بمشروع موازنة 2024 مع ضيفنا الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرع. على كل حال يعني بعد البلبلة في بند ضريبي كان موضوع بالموازنة على نعوش الموتى حذفوه، بس مش سؤال هذا حذفوه من سرعة يعني، لأنه بتعرف لخبطه عم ينقال إنه ما ورد مش مشروع بالموازنة، ما هو إلا اقتراح رسم من سلسلة اقتراحات رسوم مرسلة من وزارة البيئة بجدول مؤلف من 43 صفحة، ولم يكن أبدا وليد اقتراح من وزارة المالية. إنه بالغلط ورد بالموازنة، بطل يعرف كيف بده يطلع منها. كيف يعني لقوة كتير هيك إذا بدك كيف شو قصتها؟ عندك معلومات؟ لا ما عندي معلومات، بس بالحقيقة خلص يعني من الأساس أول ما طلع الهدى ولما سمعوا فيه فهموا المشكلة دغري. مين يعني اللي طبع الموازنة على الورقة وضعوا شو بيصير؟ صار ما بعرف بهذا شو. طب كيف يعني موازنة بيطبعوا فيها بند هو أصلا مش موجود وبيرجعوا بيعتذروا إنه ما كان لازم يكون موجود؟ أنا بعتقد عن أي يعني عن موازنة كان موجود بس ما أعرف كيف بده يتراجعوا. أنا هذا رأيي، أنا بعتقد إنه حطوه إنه بدو يمرقوا بعدين لقوا ما مرق لقوا تقيل القصة يعني حسوا فيها قديش ثقيلة قالوا لا أوكي وقفوا هذه كل القصة. نعم، هل يجب أن تناقش موازنة أو تنوضع أو تتقدم اقتراح مشروع موازنة بدون ما ناخد رأي قوى الإنتاج بلبنان أستاذ أنطوان فرح؟ لا أكيد لا، مش بس قوى الإنتاج وكل القطاعات اللي هي ممكن تكون مؤثرة بهذا الموضوع لوحدهم وبدون ما أخذوا أي شيء. المشكلة إنه هيدي الموازنة عم تجي هي كمان بشكل كأنها على جزيرة لوحدها، يعني ما عم تتواكب. يعني عم نسمع إنه هيدي موازنة لازم يكون فيها إصلاح، لازم يكون فيها رؤية، ما عم تتواكب معه. مشان هيك أنا حملت كمان المجلس النيابي، لأن بيناتنا يعني كمان ما بدنا نحكي هلا بغياب صرنا النيابي، بس إنه المجلس النيابي يعني هني معارضين كانوا، بس المجلس النيابي ما هو الحكومة مشكلة من المجلس النيابي، وبالتالي يعني إذا بدك الكلام وتراشق بين الحكومة والمجلس النيابي بصير شوي كاريكاتوري، لأنه هادي مشكلينهم هو يعني ما أنتوا تبتدوا حالكم، هاي القوى السياسية أنت نفسها حاطة ممثلينك بهذه الحكومة
وعم تلعبوا ادوار كالكم بهذا الموضوع. مش هيك يعني شو عم يضحكوا على المواطن اللبناني؟ قصدك يعني تقول او عم يضحكوا على حالهم مفكرين حالهم يعملوا لعبه ديمقراطيه انه في هيئه تشريعيه وهيئة. لا بس بالاخر انتوا هودي كلهم بس بالاخر رح يبكوا المواطن. لا بكي من زمان المواطن وهي يعني انه هن عم يترشقوا لا اكيد يلعبوا لعبه انه هن عم يترشقوا ببعضهم على كل حال. النواب مسؤولين مثل الحكومه ومن اول وقت بلشت الازمه كان لازم ياخذوا الاجراءات الضروريه. بس احسن شيء الهيئات الاقتصاديه بتقوم شمال ويمين مش عاجبها شيء ما بنعرف ليش. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة ببيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني ما أشككم اليوم باقتراح موازنة 2024 بس هلأ جمعكم المجلس الاقتصادي الاجتماعي وحضرتك عضو فيه ونقشتوا هالشي مع لجنة المال والموازنة ممثلة برئيسة النيابية فشو صار؟ حقيقة صار في أكيد قبل كتير لقاءات واجتماعات ودراسات لهالموازنة. وين؟ مع معدي الاقتراح؟ مع الكل يعني نحن كهيئة اقتصادية عم نوصل ملاحظاتنا على هالموازنة. وهون بدي شير لأسس مبادئ أساسية. يعني في عنا ثلاث مبادئ أساسية لازم نضوي عليها. أولاً وقت بتفرض ضرائب بوضع اقتصادي منهار بيؤدي الى وقف النمو الاقتصادي. يعني بدل ما تزيد المدخول الضريبي عم بتخفف المدخول الضريبي. يعني بتوقف الاستثمار الداخلي ما بود حدا يستثمر بوقف الاستثمار الخارجي. هاي دي اول مبدا. ثاني مبدا مش ممكن تعمل ضرائب يلي بتنحط على المستهلك يلي بتزيد من الاعباء على المستهلك وبتزيد من التضخم. يعني اي ضرائب بتزيد من التضخم لازم نبتعد عنها. وثالث مبدا اساسي باقتصاد يلي هو اقتصاد الكاش يلي نحن هلا موجودين فيه هيدا زياده الضرائب بتؤدي الى زياده التهرب الضريبي. يعني لازم هالثلاث مبادئ نحترمهم بالموازنه حتى نقدر نوصل لنتيجه ايجابيه من ناحيه المدخول من ناحيه المدخول الضريبي. هيدا من ناحية المبادئ. ايه بس اني حاطين ضرائب وقلت حضرتك انتو مشاركين ب يعني اعداد اقتراح قانون موازنة 2024. لا ما شاركنا. لا ما انت حضرتك عم بتقول انه كنتو موجودين. عملنا اجتماعات لنبين ملاحظاتنا على الانه بعد ما نوضع مش قبل. هلأ في عنا ملاحظتين اساسيتين على مادة 58 اللي هي بتفرض ضرائب على دخل اللبنانيين يلي بيشتغلوا برات لبنان ويلي بيعتبروا مقيمين بلبنان. يعني هيدي ضريبة كارثية لكل اللبنانيين يلي بيشتغلوا بالخليج. ليه ضريبة كارثية يعني؟ انه عم بيطلعوا لانه عم بيطلعوا مصاري برات لبنان وحاطين عيالهم بلبنان بيعتبروا مقيمين. نعم. اذا بدهم يدفع ضريبة عليهم بينقلوا عيالهم بصيروا عايشين كلهم برات لبنان. دكتور فهد يعني بس هون عنده ملاحظة. ملاحظة دكتور فهد انا ماني خبير ضرائب بس سمعت كانه انه هاي الضريبة اللي هذا قانون الضريبة موجود. يعني هن عم بيقولوا خلينا نطبقه مش عم يتطبق بس هذا اللي سمعته ما بعرف اذا مضبوط مضبوط. لكن نحن عم نقول انه لازم يصير في تعديل لتصنيف المقيم او لتعريف المقيم بلبنان. اصبح بدنا نعمل تعديل لهذا القانون الضريبي لانه القانون موجود يعني معناتها حتى هيدي الشريحه ما تنطال. الماده 103 يلي كمان بنعتبرها ماده للابتزاز. طب العيال مش بلبنان كمان ما بيدفعوا؟ نعم العيالهم مش موجودين بلبنان موجودين برا بالخارج. لا اذا الشخص مش مقيم بلبنان اكيد ما بيدفع. نعم. بيدفع بالمطرح ما هو مقيم. المادة 103 يلي بتحول المتهربين من الضريبة إلى النيابة العامة المالية وبتعتبر جريمة يعني يعاقب فيها بالحبس. يعني هلأ العقاب هو عن طريق الغرامات. يعني في تهرب أموال بيدفع غرامة لكن هيدي المادة بتسمح أنه يصير في يعني بصير مادة تجريم. يعني هيدي شو ما أخذكم طيب اليوم يعني كمان شو ما أخذكم على اللي عم بيتهرب من سنوات ومش قادرين يعملوا معه شيء؟ نحن ما عم نقول انه ما لازم يصير في ملاحقة بالعكس. نحن عم نقول الهم الاساسي لازم يكون هو بتوسيع الوعي الضريبي وملاحقة المكتومين ودفع الضرائب. لكن عم نقول الطريقة يلي عم تستعمل للوصول الى هالنتيجة هيدي بتعرض الناس الشرعيين يلي عم بيشتغلوا بطريقة شرعية للابتزاز. هيدي من ناحية.
من ناحية تانية بنيجي نطلع على المواد 65 و66 كمان يلي هي محددة الشطور. وهم بدي أنا كنت عم بسمع النقاش قبل على الضريبة التصاعدية. الضريبة التصاعدية موجودة بلبنان على الأشخاص الطبيعيين، يعني بتطلع الضريبة لضريبة الدخل من 4% ل 25% وللأجور من 2% لل 25%. فهيدي الضريبة التصاعدية موجودة وفيها عدالة، لكن المشكلة اللي هلأ عم واجهها بهالموازنة هو مستوى الشطور. يعني تعطيك مثل مثلا بالأجور، يعني هيدي الموظفين عم يدفعوا هن ضرائب على مداخيلهم، كان أول شطر بالماضي على 2% 4,000 دولار، وبيطلع بعدين 10,000 دولار، بعدين 20,000 دولار، عم نحكي بالدولار، هو اللبناني يعني بس أنا محولهم على الدولار. هلأ نزلت، يعني اللي كان الشطر حده الأقصى 4,000 صار 800 دولار، واللي كان 10,000 دولار صار 1,900 دولار. يعني بكل تحويل المداخيل الأجور يلي هي بالدولار، وهلا بدنا نمشي حسب سعر الصرف الفعلي يعني على 89,500، رح يصير عنا مستوى ضريبي مضروب بأربع مرات على اللي كان يدفعه الموظف قبل الأزمة. ما هيدي يعني لغوة بمجلس النواب. هلا في كتير مواد التغت أو تعدلت. لا نحن هيدي ما التغت، لأنه حاطين بالمواد انه يتم تعديلها حسب التضخم بالاحصاء المركزي، لكن الشطور ما تعدلت يعني بعدها هي نفسها، لازم بالموازنه تتعدل ويصير في كمان يعني تعديلها حسب التضخم. في ناس قاعدين بلبنان، في ناس قاعدين بلبنان عم بيديروا شركات حول العالم، ما رح نسمي تاني حلقات من سمي، اليوم عم بيحققوا ارباح بالملايين وما بيسددوا الضريبه عليها لمنعنا متوجه لهم. هن اذا مقيمين بلبنان بدهم يسددوا ضريبه على مدخولهم. اي ما معفينا اعفاء ضريبه سياسيه. لكن اذا لكن اذا هن عم بديروا الشركات والشركات تبعهم مقيمه بالخارج، اكيد ما بكونوا هن يعني عليهم انه يدفعوا الضريبه، لانه شركاتهم يلي موجوده خارج لبنان هي اللي عم تدفع ضريبه الدخل على مداخيلها خارج لبنان. لكن مداخيلهم الشخصيه اكيد اذا هن مقيمين لازم يدفعوا ضريبة على هال. وزارة المال طبعا بتعرف أسماء أصحاب الحسابات بالخارج اللي هربوا أموال وما دفعوا، مش عم يدفعوا ضرائب عليها. بس مدام نوال في مبدأ أساسي نحن، هل هدفنا أنه نزيد المداخيل الضريبية أو نزيد النسب الضريبية؟ ما هو بيزيدوا المداخيل. نحن لا، ما هي في مبدأ علمي معروف وهذا مشهور كتير يعني اسمه لافير كيرف، يعني بتزيدي النسب الضريبية إلى حد معين، وقت بتتخطى النسب الضريبية هالحد هيدا بهالاقتصاد بصير المداخيل مجمل المداخيل الضريبية بتنخفض. فنحن علينا نعرف الحد الأقصى يلي ممكن أنه نوصل له بالنسب الضريبية لحتى أن نعمل يعني نوصل للحد الأقصى للمدخول الضريبي. الهدف هو المدخول الضريبي مش الارتفاع بالنسبة الضريبية. شكرا لك نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة ببيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنتابع مع ضيفنا الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح. الضريبة منا لضرب القطاع الخاص، لازم تكون، والإنتاج والصناعة والموظف والفقير هي بتدخل ضمن السياسات الاقتصادية اللي يعني ما ستم لحظه بهالموازنة، ما هيك؟ يعني هي السياسة الاقتصادية استثمار خدمات مقابل ضرائب تفرض. طيب منغيب شق منضربه بالكامل ومنسلط الضوء على شق، عن أي موازنة كيف لازم تتحارب؟ أكيد لا، بس خليني بس أعقب بكلمتين بس على الشيء اللي قاله الدكتور فهد صديقنا. يعني أولا تبين أنه قصة ضريبة المداخيل أو الأرباح التي تحقق في الخارج للمقيمين هي بالحقيقة ضريبة موجودة، يعني أنا كنت بعد عم حاول أتأكد، هو عم بيقول أنه لا، بالتالي هذا القانون موجود، ويبدو أنه هذا القانون مشكلته أنه ما كان عم يتطبق سابقا يعني، واليوم عم بيقولوا خلينا نطبقه مع إعفاءات من الماضي، نعمل لهم إعفاءات. وبالتالي هذا القانون إذا بده توقف هذه الضريبة مفروض يصير في تعديل لهذا القانون أو إلغائه. يعني هذا القانون موجود، ما مفروض يكون في عنا قانون بس اللي عم نعمله أنه ما عم نطبقه. هلأ في المادة 103 الحكي عنها اللي هي العقوبات إذا بدك على المتهربين من الضرائب، للي هو عم بيقول أنه بتحول لجناية كان لما بتصير فيها سجن مش بس مجرد غرامات. هلأ إذا عم بياخد نموذج أنا
بالعالم يعني تبين أنه تشديد العقوبات بموضوع الضرائب مهم جدا، يعني مهم أنه الواحد يشعر أنه لا هذه جناية وهذه شغلة كبيرة ما في يمرق عليها هيك بزبط، يعني بغرامة صغيرة. بس مشكلتنا ما عم بقول أنا لازم نطبقها، ليه؟ لأنه بالحقيقة ما عندنا ثقة بهذه الدولة. صحيح. يعني ما حدا بيوثق أنه هذا القانون إذا أقر رح يكون إذا بدك عادل رح يتطبق مثل ما لازم من دون ما يصير فيه شتي وصيف فوق سطح واحد. طيب كيف بده يتطبق وهي ما في احترام لمواد الدستور بمشروع موازنة 2024؟ ليش بدنا نحن نتكاذب على بعضنا؟ هل نحن قدام مشكلة خطيرة وهي أنه التركيز على موازنة 2024 فقط على جمع الإيرادات؟ طيب حتى لو كانت جمع الإيرادات دفترية مثل ما هني عاملين، بس العبرة بتحصيلها، كيف بدها تتحصل؟ صحيح، حتى دفتريا يعني قصدك تقول رح نطلع بالآخر في عنا عجز، وهذا العجز لليوم بغض النظر قدام رح يكون حجمه كان 200 أو 600 مليون دولار، هني لأن مقدرينه 200 لحديث اليوم، قد ما يكون هذا العجز بعد ما عندنا جواب حتى هذا العجز كيف بتم تغطيته. هل بدنا نرجع نروح طالما أنه الدولة صارت عاجزة عن الاقتراض الداخلي والخارجي، هل بدنا نروح نرجع على مصرف لبنان؟ وهذه طبعا للي حاكم مصرف لبنان عم بيقول ممنوع تصير، بس بالحقيقة لما بنصير قدام أمر واقع صعب رح يكون حتى الممنوع رح يكون صعب، رح تصير الأمور كتير معقدة. وبالتالي من هلأ لازم الحكومة تكون عم بتوضح العجز، هي شو الخطة تبعولها لتغطية هذا العجز؟ طيب رفع رسم تسجيل شركة من 10,000، هو ما لازم يكون 10,000، إلى 300 مليون ليرة، مش هيك؟ يعني من 4 دولار إلى 3,000 دولار. طيب وين القدرة التنفسية اليوم مع دول الخارج اللي بتشجعك على أنه تفتح شركة؟ يعني كأنه عم نقول للاستثمارات باي باي، في كتير ضرائب، هذا هو ما في من الأساس، بس عم نهربهم أكتر. بهاي الموازنة في جزء من ضرائب نعتبرها مستحدثة، وهيدي يعني النواب بيعتبروا لأنه الدستور هيك بيقول أنه هيدي الضرائب فينا نوقفها كلها، ما نخليها تمرق لأنه هيدي كلها مستحدثة. وفي ضرائب تانية بتجي كأنها تصحيحية، يعني أنت بتقولي أنا عم باخد رسم على المي 200 ألف ليرة بالسنة على سبيل المثال، واللي هني صاروا بيعملوا دولارين، ما فيني ضلني أنا هيك والدولة تعيش، بدي أعمل لها تصحيح. وهي هيدي الإشكالية، إنه أنت لو عم تعمل تصحيح بيوازي التضخم مفروض يكون كمان التصحيح الدخل بيوازي التضخم، بما أنه تصحيح الدخل صار 7 أضعاف بينما التضخم 60 ضعف، معناتها في هو كتير كبيرة، ومعناتها هون بدك تعمل هالتوازن، لا تضل هيدي 200 ألف لأنه فعلا الدولة بطل معها تمشي، ولا ترجع تزيد 60 ضعف وهداك الموظف زدت له 6 أضعاف ما في بقى يدفع أو 7 أضعاف. وبالتالي هاي بدي نعمل فيها التوازن، وهي اللي عم بقول، مشان هيك عم بقول انا بدك تعملي اقتصاد معها، يعني هيدي لحتى تقدر تاخذي اموال. يعني مثلا وقف الايرادات الدوله مش هيدا المطلوب، ما حدا بده الدوله انه تنهار، ما هيك؟ لا طبعا، بس ما بتقوم الا على اقتصاد صحيح ونظره اقتصاديه ورؤيويه سليمه هيدا تتجسد بهالموازنه اللي عم بتقدمها. صحيح صحيح، يعني هي القصه مش يعني ما فيها الحكومه تقول ما توقفوا لنا الايرادات من النهار، لازم تقول انه بدنا اقتصاد قوي، او تشتغل هي ومجلس النيابه على اقتصاد طبيعي لحتى الايرادات تصير مامنه، لان هاي الايرادات عم تصير على تلي على شريحه كثير صغيره، على شريحه ضيقه وعلى شريحه شرعيه، وعم تتجنب الشريحه غير الشرعيه، وعندنا شريحه للي غير قادرين للي بشكل 80%. هذه الكارثه بهذا الموضوع اذا بدك بالمكرو مثل ما عم نشوفها. الكارثه بالموضوع انه الحكومه بدون ما تقرا مثل ما لازم الموازنه كبتها بايدين مجلس النواب تحملوا المسؤوليه، مش هيك؟ خلينا ناخذ اتصال. مين معي؟ الو، تفضل. بونجور، معك توني. يا هلا، تفضل توني. بيعزك شغله بالنسبه للاستاذ عم يحكي انه كان بدنا ناخذ 200 اشتراك المي، صار اكيد بدي اعدلها يعمل بده اياه، يعدل لي المي اذا بتريد قبل ما يعدل حضرته، يعدل لي المي، يجيب لي مي وياخذ قد ما بده. الكهرباء نفس الشيء، كانت هلا ملقد المبلغ المرقوم، صار 900 الاشتراك بدون ما تصرفه. رفعوا التعرفه وعدونا بالتغذيه 8 ساعات لتسع ساعات وما عطونا ساعه ساعتين منهم، بيرفعوا التعريفات وما بيقدموا لنا الخدمات. في شغله مدعم عم بياخذوا 900، صار هالشهر اجاني انا 1000 مليون و300 ليش؟ اصلا عم يعمل فياض يعني بعد بغلى علي يعطيني كهرباء. وبعدين وزير الداخلية مستعدة تمشي المعينة، أنا معه بالنسبة للموظفين، حطوهم بالنافع، يتركوها هيدي اللي ما بعرف بلا مقولة كلمة عن هونيك ما بعرف لسو. وبعدين أنه يساوي التراث، يفكر نتفى قبل، يساوي التراث بعدين يعمل معين، مش هيجي تحكوا علينا. نعم. والتليفون نفس الشيء،
بغلي بغلي ما في تليفون يصحوا يصحوا عشان يعطوا مصاري للدولة. نحن منا مصورين مثل ما قالت النايبة قبل شوي عصيان مدني، هن أول ناس اللي عملوا عصيان مدني النواب مع 17 بـ17 20. كل العالم كانت نزلت ارتحنا منهم كلهم أصلا وما أنا شيء ما عم يعملوا شيء كلهم، مش كل واحد يطلع يتفلسف لي من الميل، ما حدا عم يشتغل بشيء، العطرة على الشعب اللي معطله، وآخر شيء خرجوا هيك شعب مرد بده هيك شيء. بيعطيكم العافية. انت الجواب لا هاي المشكله ما حق تبي المشكله الاساسيه انه ما في ثقه بالدوله، يعني حتى الضريبه انا كمواطن انا بدفع لمين ما دام هبات والقروض بتحطوها باسماء خاصه وقت بدفع ضريبه، لاني بعتبر انه هيدي الضريبه مش رايحه على المطرح اللي لازم تروح عليه. يعني هذه المشكله الاساسيه، مش هيك عم اقول لك على الماده 103 انه ما عن حق يقولوا ما بدنا اياها، لا ما في دوله تقدر تطبق هذا الموضوع. يا عيب الشوم لما بيطلع رئيس لجنه المال والموازنه النيابيه بيقول الحكومه حولت موازنة بدون ما تقراها. بدون ما تقراها أكيد. أنا أكيد إنه في كتير وزراء ما اطلعوا على وعلى كل هي حجمها والهاي والوقت اللي عطيوني ما أكيد مرة أول مثل يعني بالطريقة بما تيسر. يعني ما في واقعية مطلوبة لا بين الأرقام الموجودة ولا وين الهواجس اللي لازم أخذها بالاعتبار، يعني اللي عم بيصير مضري. صحيح. ولا بدك تشوفي بالاخر اذا صبط، يعني اذا صلحنا شوي بهالموازنه، ومثل ما قلت لك مع انه هي الموازنه مش هي اللي بتعمل الاصلاح، اذا صلحنا شوي فيها بهالمجلس النيابي، هل ستقارب المجلس النيابي كمان من الوجهه السياسيه؟ هل سيكون الجو مناسب لعقد الجلسه واقرار الموازنه؟ كمان هذا سؤال مطروح. يعني اذا عم نشتغل هالشغل كله، حضرتك قلتي للنائبين اذا اشتغلنا كل هالشغل وبالاخر سياسيا ما في جلسه لتقريها، معناتها بترجع على الحكومه وتصدر بمرسوم مثل ما هي. ايه بس لازم يكون في تحرك. تحياتي في مواطن بدي الفت نظر الى فكره المعامله السريعه اللي طرحتها. نعم. استاذ انطوان فرح موجوده بدبي، هي ناجحه وكمان بدبي ممكن دفع كل المعاملات عن بعد، وهو ما يمنع الرشاوي الماليه بلبنان كانت بدات فيها ونجحت. بالنسبه للطاقه الشمسيه بكل دول العالم، من لديه طاقه شمسيه ما بيدفع كهرباء وبيبيع الفائض للدوله بلبنان. طب هالامر ما انه مطلق؟ لا ما كنت عم بسالها، عم اقول لها النائب تحت الهواء انه هيدي قصه العدادات الذكيه. هاي العدادات طب وين بلشوا فيها؟ بلشوا فيها نحن عندنا بالمنطقه حاطين في عدادات ذكيه. ناس بتدفع عدادات ذكيه، ناس بتدفع بالاسم عدادات ذكي، ما هو غير ذكي ابدا. هذا العداد الذكي هذا شغلته الاساسيه انه لما صفقه لما بتعملي انت الطاقه الشمسيه، شغله هذا العداد الذكي وحده من الاشياء الاساسيه انه لما بصير في عندك فائض بالطاقه اللي عم تنتجيها انت بالطاقه النظيفه بتروح على شركه الكهرباء، وهيدي تسجل لك لحتى وقت بترجعي بدك تنفقي كهرباء، مشان هيك ما بيدفعوا، تنفقي من اللي انت بعطيهم. يعني شغله هي مرتبه وبالاخر وما بيصير فيها تهرب من الدفع، وفي بس انعملوا سميوا عدادات ذكيه، اندفع حقهم على اساس عدادات ذكيه واستعملوا كعدادات غير ذكيه مثل ما كانوا بالسابق. في اتصال ناخذهم ورا بعضهم، مين معي؟ الو صباح الخير. يا هلا. بدي اسالك سؤال، نجيب مفاتيح من اخذ 25 مليون 25 مليون دولار اخذهم من الاسكان من المؤسسه العامه للاسكان. نعم، من المؤسسه العامه للاسكان. نعم. هو بيرجع يدفع ضريبته على 1005؟ المواطن عم يحكي. لا المواطن، لا كل شيء تحت ال 100 ألف دولار وكل الاشياء الفرديه هذه معفاة. مش لا بس هو عم بيقول عن رئيس الحكومه نجيب ميقات. عن رئيس الحكومه انه اخذ قروض، عم بيقول من رئيس الحكومه بده اذا استفاد من 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 اعاده القروض على ال 1005 او على الدولار، وقد ايه حقق ارباح بهذه العمليه، بده يدفع عليهم ضريبه مفروض اذا اقر هذا القانون، او هو القانون موجود اذا يعني تم تعديله بطريقه لحتى يصير يدفعوا هالكل هالناس اللي استفادوا، ومن ضمنهم بيكون ساعه الرئيس ميقاتي اذا كان هو مستفيد. ما بعرف كمان مستقبل اتصال، مين معي؟ الو بونجور. بونجورين. بس انا كنت عم تابعك من الصبح، بس بدي اسال سؤال. بس كان تجي الكهرباء مثل العالم والناس 6 ساعات 4 ساعات، يطلع علينا بالشهر 15 دولار 20 دولار، كان عند دولار 1005. هلا الكهرباء بتجي ساعتين، وبقدر اجت ساعة تطلع فاتورة الكهرباء 10 مليون. كيف؟ ما علوا التعرفة، رفعوا التعرفة. كيف؟ اوكي رفعوا التعرفة، بس عبتجي اجت بقدر شهر واحد بشهر بثلاثة اثنين وثلاثة، كانت عبتجي ساعة بال24. هلا هني راحوا لعندك حصلوا فواتير قدار يا ترى؟ منيح اذا حصلوا فواتير. ما بعرف والله يا مدام، ما بعرف كيف الفوضى راكبة، وما في الا تفاعد. طب العالم ليه بدها تجيب بعد شيء؟ عن جد الله يساعد الناس، الله يساعدنا، ما نحن من الناس كمان.
نعم شكرا لك. اصلا في حدا مواطن كمان في اتصال. بونجور مدام نوال. يا هلا تفضل. كيفك مدام نوال؟ منيحه؟ انا منيحه وانت منيح؟ انا لا مش منيح على هالضرايب وعلى الرسومات اللي عم يحطوا لنا اياها. معلي بدي اوصل صوتي عبر الكورنيش. تفضل. يعني يلي مضحي لهالبلد منصاب بيكون مشقب بيكون مقطش استشهد بيحطوا ضرايب على كيف باي قانون؟ اذا انا بدي اروح اعمل دكتور سوية انا زلمي شهيد حي انا عسكري متقاعد ومضحي بهالبلد بدي اروح اعمل دكتور سوية بحكسوني هلا 3 مليون طيب لاي عشو معاشي بعده 1000 مليون و400 الف الكهرباء كذلك الامر الماي كذلك الامر ما في مطرح منفوت الا بهدلي وبتدفع ضرائب بدنا نروح نسرق يعني هاودي ما بيسوا يعملوا اي شغله اصلاح هاودي بيسرقوا كلهم سوا مع لجنة المال مع اللي عم يخطط بدون استثناء هاودي ما بيفكروا شكرا لك اللي بده يفكر يروح يشوف يطلع يعني مضحي لهالبلد مستشهد لهالبلد ومصاب للبلد مش للزعيم يشوفوا اذا طلع اموره بقى لان هذا عنده علاج زيم وعنده مصاريف شكرا مطلبي. شكرا لك. اتصالين ياخذوا ورا بعضهم بسرعه لان الوقت ما بقى يسمح. مين معي؟ الو يعطيك العافيه. شكرا اهلا وسهلا فيك. بدنا نعرف انه هالضرايب على ناس وناس مع القليل ياخذوا نسب اصحاب الشركات سرقوا البلد هودي معفيين من الضرايب بس على الفقير يلي مع الغلا يلي صار معيشه هلا 5 ملايين شو بده لحق مدارس وبيوت وفواتير وغيره واكل مش عم ياكل ادوي وين هالمساعدات اللي اجت ناس شافت وناس ما شافت ما بتفوت بتفوت على صناديق خاصه المساعدات دولة شو عاطيه للعالم تالعالم تعطيها وشو عاطيه ما يعطوها شغل وضرايب ومعيشات مرتبه لا يقدروا يعطوها. وصل صوتك اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. هل يمكن الموافقه على موازنه العام 2024 من دون الحسابات الماليه الشفافه؟ هيك عم بيقول ينقال بلجنه المال والموازنه وبرئيس اللجنه اليوم. كيف يعني بيقول هيك؟ يعني ماذا لو مرت بمرسوم شو بنكون عملنا؟ يعني بنكون زدنا النكبه شوي زياده اكثر لحتى ما اقول مثلا بنعمل توصيفات والكارثه والغيره لان هالكارثه عايشينها من 4 سنين والكارثه هي انه تركين الوضع مثل ما هو من 4 سنين هاي الكارثه الحقيقيه. رح نرجع على القاعده الاثني عشريه. هلا بنزيد النكبات فوق بعضهم شوي. رح نرجع على القاعده الاثني عشريه. اذا ما في موازنه ما اذا اقرب مرسوم بصير في موازنه بده يشتغل على الموازنه. اذا لم تقر بمرسوم لم تقر بمجلس نيابي ولم تقر بمرسوم لسبب او لاخر اكيد بترجع على القاعدة 22 وهون بيكون في كارثة كبيرة لأن الفرق كتير كبير بين موازنة 22 لأن احنا ما عندنا ب 23 موازنة وموازنة أو إنفاق والإيرادات تبع ال 24 الفرق كتير كبير وبالتالي نحن نرجع للي شفناه بتذكر بأيام الرئيس وقت سنيورا بصير في فرق كتير كبير وبدون يشتغلوا بشكل غير قانوني. وين 11 مليار؟ هلا ما في 11 مليار هو 11 هلا إذا صرفوا على القاعدة 22 هلا اليوم إذا ما في موازنة رح يصير في فرق ما بعرف قد يعتبري مليار. هذا اللي احنا رجع نسال وين راح المليار لان هني مضطرين يجيبون لان الانفاق تغير وما في موازنه وهيك صار وقتها بهذيك الفتره. يعني الموازنه ما زالت تراوح مكانها تدرس في مجلس النواب في الغاء لبنود ضريبيه فيها بس الخطر الكبير اذا اقرت بمرسوم بمجلس الوزراء رح يتناولي ورغم كل الانتقادات اللي حكينا عنها ورغم كل الشوائب وعدم قانونيتها ودستوريتها وفرض ضرائب على الناس وعدم يعني اليوم بدل ما يروحوا إلى معالجة التهرب الضريبي موضوع الكسترات الأملاك البحرية دوائر العقارية النافعة ضرائب على اللي عندهم شركات بالخارج عم يطلعوا ملايين دولارات وعم يديروها من لبنان عم بيروحوا على جيبة المواطن الفقير المعتر. فكلمة لألكم مش هيك اختم لي حلقتي. لا هي أهون شي يروح على جيبة المواطن لأن مش يعني جحي ما قادر إلا خالته هذه هي نقطة على السطر. شكرا لك الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح. منلتقي بكرة مع حلقة جديدة.